تغيرت جيجل فجأة في 8 مارس، حفلات وتكريمات لجهد حواء في مواقع عدة، ففي نزل كوتاما اجتمعت العروبة فكانت الكلمة بمذاق نادر، وحضرت الورود والأشعار ووجوه عربية من الأردن وعمان وفلسطين. اليوم احتفال بعيد المرأة المنظم من طرف الاتحاد الدولي للنقل. قمنا بجمع جميع عاملات موانئ الجزائر، وأيضا كان ممثلين عن الموانئ العربية. كامرأة فلسطينية وتحيات عاملات فلسطين وأسيرات فلسطين إلى المرأة الجزائرية، المرأة البطولة، الجزائر الأبية. فأنا صراحة سعيدة جدا، قلبي يدق ويخفق من كتر الفرح إنني في الجزائر الحبيبة. أخريات قررنا أن يحتفلن في صمت أمام ما أبدعت أيديهن بالمركب الجواري بالطهير. إحنا غيرنا من شكل 8 مارس وقمنا بإنجازه بطريقتنا الخاصة، كما راك تشوف أشغال يدوية ليست كالمعتاد عند كل المؤسسات الشبانية. وبالمكتبة البلدية كان الشعر وحده ينبض برائحة الورد والأنوثة، وتداول على المنصة شعراء تغنوا بالمرأة والأم نبع الحنان. تحياتي إلى كل نساء بلدية الطاهر. أقدم أحر التهاني إلى جميع عاملات بلدية الطاهر وكل نساء الجزائر، دون أن ننسى نساء فلسطين وكل الدول المحتلة. إن شاء الله يا ربي ينصرهم، كل عام وأنتن بألف خير. وتبادل الجميع التهاني ولم تغب الزغريد. هو 8 مارس، أرادته المرأة الجيجلية أن يكون هكذا، والموعد في السنة القادمة.